تقول سمعت حديثا بأنه لا سنة بعد الإقامة، فهل هذا خاص بالرجال لأنهم يصلون في جماعة، أم أيضا يجب على النساء أن يمتنعن عنه إذا سمعن الإقامة؟ تقول غالبا ما أكون في السنة الراتبة أو تقام الصلاة فأصلي السنة الراتبة ثم أصلي الفريضة، فماذا تقولون في هذه المسألة؟ النهي عن النافلة بعد الإقامة يختص بمن يريد أن يصلي مع الإمام من رجال ونساء، أما من لا يصلي مع الإمام من النساء في البيوت فليس عليهن حرج في أن يتنفلن قبل الصلاة ولو أقيمت الصلاة في المساجد، لأن هذا من خصائص الجماعة، من خصائص صلاة الجماعة، وهن لسنا من أهل الجماعة لأنهن يصلين في بيوتهن، فلا يتناولهن النهي عن التنفل بعد الإقامة، فلهن أن يتنفلن قبل الصلاة في بيوتهن قبل الصلاة ويصلين بعد ذلك. نعم، أثابكم الله.